نعم مشاهدينا، وتعقيبا على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة نجم المنتخب العراقي الأسبق والمحلل الرياضي الكابتن فتاح نصيف. أهلا بك كابتن فتاح في نشرة الرياضية من زاغروس تي في. برأيك بحسب خبراء الكرة كان أداء المنتخب العراقي متواضعا أمام إيران، وأيضا فنيا طبعا المنتخب الإيراني فنيا وتكنيكيا وبدنيا، ما رأيكم في ذلك؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى جميع من يستمع إلى هذه النشرة. أهلا كابتن. الفريق العراقي أعتقد قدم أداء يعني ضعيفا جدا خلال التصفيات الأخيرة، عندما لعب 3 مباراة، لعب ضد كمبوديا وهونغ كونغ وإيران. نعم. حتى مع الفريق الكمبودي وهونغ كونغ كان أداء سيء جدا. وأعتقد مدرب الفريق العراقي كتنج كان ضعيف تكتيكيا، أنا سميته سابقا يعني أنه هو جبان تكتيكيا. أنت فريق بتلعب مع إيران تعادل وفوز ممكن يوصلك للصدارة وتروح على رئيس مجموعة، يخسر 1-0 بالشوط الأول، بالشوط الثاني يلعب على نفس النظام ونفس التكتيك. ما أعرف يعني شنو غايته بيها، بالإضافة إلى المدرب كاتنوتش، يعني اللاعبين أدائهم ضعيف جدا، لم أقول هزيل، لم أشاهد لاعب فارق جدا عدا الحارس جلال حسن اللي قدم مباراة كبيرة وذكرنا بأيامنا وقدر ينقذ الفريق العراقي من أهداف محققة. نعم. من الصعوبة. نعم. كابتن. نعم. نعم كابتن فتاح، اعتمد كاتانيتش على خطط دفاعية مع بداية المباراة، وخط الدفاع لم يكن بالمستوى المطلوب لإيقاف مهاجمي المنتخب الإيراني، وأنت تعلم بأن لولا الحارس جلال حسن لخرج المنتخب مثقلا بعدة أهداف، كيف ترون ذلك؟ أنا تكلمت عن كاتانيتش. نعم. من يستلم الفريق العراقي يعتمد على الخطط الدفاعية أكثر مما الخطط الهجومية. نعم. دائما تجي يلعب 5-4-1 أو 4-5-1، يعني في كثير من المباريات يلعب بمهاجم واحد، يعني خطط دفاعية بحتة. ما أعرف يعني حتى ضد كمبوديا وضد هونغ كونغ كان يلعب بخطط دفاعية. ما أعرف يعني هل هو يعني انا قلت عليه انه هو يريد يطلع باقل الخسائر، يعني كل مبارياته 1-0 يتعادل، صح هو ما خسر غير المباراه الاخيره وكان متصدر للتصفيات، بس بهذا الاداء لا يمكن ان نصل بعيدا، وهذا الاداء لا يمكن ان نصل الى نهائيات كاس العالم 2022 في قطر بهذا الاداء الضعيف. مثل ما نقول نقرا كرة القدم الإسلام، حتى فريق إيراني كان ضعيف جدا، لم أشاهد فريق بهذا المستوى منذ 30 عاما الفريق الإيراني يلعب بهذا المستوى. أنا أتمنى من المعنيين على كرة القدم أن يستدعون اللاعبين المغتربين، لأن عندنا لاعبين مغتربين على مستوى عالي، تدعيم المنتخب الوطني لان المباريات القادمه صعبه جدا، انت راح تلاقي كوريا وراح تلاقي اليابان وراح تلاقي استراليا وراح تلاقي السعوديه وراح تلاقي الصين، هذه الفرق مو كمبوديا ولا هونغ كونغ ولا البحرين. فيجب ان نتدارك الموضوع من الان باستدعاء اللاعبين المغتربين وجعل توليفه المنتخب الوطني بمستوى عالي تليق بالمنتخب الوطني العراقي اللي هم اسود، يعني اسود اسيا. نعم نعم نعم. كابتن، إدارة المنتخب اشتكت من سوء المعاملة من قبل المسؤولين البحرينيين للوفد العراقي طوال أيام تواجدهم في العاصمة المنامة، هل
كانت تلك المعاملة برأيك حجة أو مبرر لتعلق شماعة الخسارة من قبل إدارة المنتخب العراقي عليها؟ لا، هي ظروف كورونا اللي هي موجودة بكل دول العالم. نعم، يعني هذا النظام المتبع الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي كله شلون نقول، تعليمات صارمه. كل الفرق حتى هنا البطولات من تستضيف الدوحه، تعليمات صارمه على اللاعبين عدم الخروج من الغرفه، مو بس على الفريق العراقي، الفريق الايراني والفريق الكمبودي والفريق الهونغ كونغ وحتى الفريق الايراني. هي هاي التعليمات اللي موجوده. انا ما اعتقد هاي مبررات ضعيفه. يعني والمدرب مره يقول الارض غير جيده، بالطبع الارض احنا بدنا نلعب عليها والفريق المنافس بده يلعب عليها. التعليمات اللي علينا هي ايضا على الفريق الايراني والفريق الكونغ والفريق هونغ كونغ وفريق البحرين. هي يعني كلها متساويه، يعني متساويه الحظوظ لكل الفرق. انا اعتقد هاي مبررات غير طبيعيه، مبررات بعيدة عن أرض الواقع. إحنا نتمنى أن نقلل من هاي المبررات وأن نلتفت إلى مستوانا ونقدم مستوى يليق بالكرة العراقية. وتعرفين الجمهور العراقي يتنفس كرة القدم. الجمهور يتمنى الفريق يصل إلى إلى مونديال 2022 ويكرر الإنجاز اللي قدمناه في 1986 في مونديال المكسيك. نتمنى الفريق العراقي الموفقية، نتمنى من الجميع، من إعلام، من صحفيين، من إداريين، دعم المنتخب الوطني في هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة صعبة جدا وتفرق عن المرحلة الأولى. يعني فرق. نعم كابتن، عالية المستوى كلها توصل كأس العالم. نعم كابتن فتاح، أريد أن أستغل الوقت معك بكثرة الأسئلة. فقبل السفر إلى البحرين سحب نادي الشرطة 9 من لاعبيه من المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي. هل تعتبرون هذا التصرف استهتارا بحق مسألة وطن أم هو حق من حقوق النادي؟ وأين هي قرارات الهيئة التطبيعية من ذلك؟ يعني قرارات الاتحاد الدولي انه لاعبي المنتخب ينسحبوا قبل 70 ساعة من المباراة. سيد كتنيش طلب اللاعبين قبل فترة طويلة، اوكي وافق لهم على العودة إلى أنديتهم، وأنديتهم كان عندهم يعني استحقاق. نعم، هي مشكلة. يعني تعرفين اكو مشاكل بسيطه، وهو المدرب قال انا ما احتاجهم، انت ما تحتاجهم ليش جبتهم مركز لوخ؟ تعرفين المدرب يدور حجج كثيره. يعني حتى انت في تصريح الاخير يقول المشاكل وطلبوا مني 9 لاعبين، بس رجعوا لك اللاعبين التسعه، وهذا يعني هذا استحقاق دولي. كل الفرق العالميه من بالفيفا داي او بالمباريات الرسميه من حق المنتخب ان يستدعي اللاعبين قبل 72 ساعه من المباريات. وبعدين اللاعبين رجعوا، واعتقد يعني مو ذيك المشكله الكبيره انه نضعها نقول نادي الشرطه كان ضد المنتخب او ضد الوطن او يعني كافي نبيع وطنيات ونبيع هذه. احنا يجب ان نلتفت الى المستقبل. الماضي راح خلص، احنا صعدنا كافضل ثاني، وصلنا الى المرحله الثانيه. الان يجب ان نفكر. نعم، ما هو عمله الان. يجب ان يجلس الفنيون مع السيد كتن اذا بقى او استمر في تدريب المنتخب الوطني، يحطون الحلول السريعه لان الوقت ضيق جدا. نعم، احنا يمكن توصلنا 3 أشهر عن التصفيات النهائيه. يجب على الجميع التكاتف من اجل المنتخب الوطني، لان هذا منتخب العراق. نعم،
كابتن فتاح نصيف، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة، فشكرا جزيلا لك وكنت ضيفا كريما معنا.